التأمت شبيبات الروم الملكيين الكاثوليك من مختلف مناطق المملكة في قاعة كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة مرج الحمام بعمان في لقاء درب الملكوت الذي جاء برعاية المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب. إلى المزيد. تحت رعاية المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب عقد للسنة الثانية لقاء درب الملكوت الذي جاء هذا العام تحت عنوان لوين ماشي، وفي قاعة كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة مرج الحمام التأمت الشبيبات المشاركة من مختلف مناطق المملكة بحضور الأباء الكهنة الإيكونوموس بولس حداد والإيكونوموس ويليام سويدان والأرشمندريت بسام شحاتيت والأب عماد بواب والأب أيهم زيادين والأب مودي هنديلة المرشد الروحي للمجلس وعدد من الأخوات الراهبات. وابتدأ اللقاء بكلمة من المنسق العام لشبيبة الروم الكاثوليك لينا طوشمان رحبت فيها بجميع أعضاء الشبيبات مقدمة موجزا حول عنوان اللقاء والهدف منه. ننسى أن كل واحد فينا هو قطعة من لوحة فسيفساء كنيستنا، وبدون هالقطعة ما بتكمل هاللوحة. ننسى أن كل واحد فينا هو جندي من جنود هالكنيسة، وسلاحنا غير عن أي سلاح. سلاحنا صلاتنا، إيماننا، محبتنا لبعض، وغيرتنا على كنيستنا. كما قدم الأب بولس حداد كلمة قال فيها: إن الكنيسة تعتز بشبابها لأنكم أعمدتها ولأنكم النور الذي قال عنه السيد المسيح، فالشباب هم القدوة والعزم والشهود للمسيح. فأنا إذ أرى بأم عيني هذا الحشد من شبابنا المتطوع للعمل لمرضاة الله تعالى، أقول لربي هنيئا للكنيسة بأولادي. واشتمل اللقاء على العديد من الفعاليات الروحية والنشاطات الترفيهية، بالإضافة إلى محاضرة روحية قدمها الأب مروان حسان تحدث فيها عن الكتاب المقدس وأهميته في حياتنا، داعيا أن يكون هو ملجأنا الأول دائما. وشارك أيضا عدد من الآباء الكهنة ومن الرهبات، وفي النهاية قطفنا هالثمار لحتى نواكب مسيرتنا، منصلي لحتى الرب يباركنا بهالخطوات، وبنتمنى دائما نشوف هاي اللقاءات مرة ثانية بشكل أكبر على مستوى أكبر، ويكون عدد لسه مضاعف مضاعفات، لأنه إحنا عددنا كان مضاعف زيادة عن السنة الماضية. كان في خبرات ومواضيع كتير حلوة صارت بين الأعضاء، بين اللي تعرفنا على شبيبات جديدة من مختلف الأماكن. بالنسبة لي كان اللقاء جدا رائع، اكتسبنا فيه خبرة، عرفنا حالنا إحنا كمثل الخروف الضال أو الابن الضال اللي عم بدور على حبيبه اللي هو يسوع، ومشان يرد يرجع له مرة تانية. كما التأمت الشبيبات المشاركة بقداس إلهي ترأسه الأب مودي هنديلة بمعاونة الآباء الكهنة، حيث رفعت فيه الطلبات عن نية هذا اللقاء الروحي والمشاركين فيه. يا مخالي يسوع